وزارة التموين تبدأ اليوم العمل بالأوكازيون الصيفي لمدة شهر، وتشدد على استمرار الحملات الرقابية لمتابعة الانضباط وتخفيضات الأسعار. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الروسي جهود خفض التصعيد في الشرق الأوسط، ويؤكد لا نريد انزلاق المنطقة في حلقة مفرغة من المواجهات. وزير الكهرباء يجتمع برؤساء شركات التوزيع على مستوى الجمهورية، ويوجه بالتصدي لسرقات التيار وتطبيق عقوبات صارمة بحق المتهاونين في العمل. وزيرة التضامن تزور العالمين الجديدة وتتفقد معرض تنمية الأسرة بمرافقة عمرو الفقي، وتؤكد الشركة المتحدة قدمت منتجاً عالمياً في مهرجان العالمين. التحالف الدولي للمصريين في الخارج يدشن أول شركة للاستثمار داخل مصر برأس مال 1.5 مليار جنيه، وبمشاركة ممثلين من 32 دولة، والبداية بقطاع السياحة.